طفرة كبيرة شهدها قطاع الطاقة في مصر، تحديدا في الكهرباء، وذلك بعد جهود دؤوبة من الدولة نجحت في تحويل العجز إلى فائض كبير. ونجحت مصر بعدما كانت تعاني من عجز القدرات الكهربائية من 6000 ميجا وات في عام 2014 إلى تحقيق فائض بلغ 13 ميجا وات في 2020، وذلك بعد إضافة نحو 28000 ميجا وات من القدرات الكهربائية، بما يعادل ضعف ما كان متوفرا. طفرة كبيرة شهدها قطاع الطاقة في مصر وتحديدا في الكهرباء، وذلك بعد جهود دؤوبة من الدولة نجحت في تحويل العجز إلى فائض كبير. فمصر في عام 2014 كانت تعاني عجزا في القدرات الكهربائية من 6000 ميجا وات قبل أن تنجح في تحويله إلى فائض بلغ 13000 ميجا وات في 2020، وذلك بعد إضافة نحو 28000 ميجا وات من القدرات الكهربائية، بما يعادل ضعف ما كان متوفرا. الجهود المصرية تسببت في وصول نسبة إتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات إلى 100%، فضلاً عن تقدم البلاد 44 مركزاً في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء، وذلك في تقرير التنافسية العالمية في عام 2019. التقدم الكبير في توفر الكهرباء وإتاحتها للمواطنين لم يكن ليحدث لولا المشاريع العملاقة التي تم تنفيذها، والتي بلغت نحو 48 مشروعاً لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بتكلفة بلغت نحو 271 مليار دولار، وكان من أبرزها ثلاث محطات عملاقة في العاصمة الإدارية وبني سويف والبرولوس بطاقة بلغت 14.4 ميجا وات، بجانب استمرار تطبيق نظم كفاءة الطاقة على كافة المستويات وميكنة الخدمات الذكية وتركيب عدادات ذكية وإنشاء مراكز تحكم جديدة. كل تلك العوامل ساعدت في تحقيق استقرار ملحوظ في قطاع الكهرباء بمصر والحفاظ على أسعار الكهرباء عند مستويات مناسبة، حيث تشير الإحصاءات الدولية إلى أن أسعار الكهرباء في مصر لا تزال منخفضة مقارنة بالمستويات العالمية، فضلاً عن تصدير فائض إنتاج الكهرباء وعقد المزيد من صفقات الربط الكهربائي مع دول الجوار. كما تم وضع خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من خلال 375 مشروعاً لنقل الكهرباء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، وشهد عام 2021 افتتاح مصر أول مراكز التحكم الآلي في شبكة التوزيع، وذلك في إطار سعيها لتحويل الشبكة الحالية إلى شبكة رقمية. كما أولت مصر اهتماماً كبيراً بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وبلغ عدد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها 17 مشروعاً بتكلفة بلغت 51.8 مليار جنيه، لإضافة 5303 ميجا وات من الطاقة المتجددة، وذلك من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية. ومن أهم المشاريع محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة تبلغ 9.8 مليار جنيه، ومجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنبان بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار جنيه، ومحطة إنتاج كهرباء كهرومائية بقناطر أسيوط بتكلفة بلغت 1.7 مليار جنيه.